هكذا انطلقت مناسبة التسليم والتسلم التي تحمل طابعاً عسكرياً ووطنياً وسط العديد من القيادات العسكرية ذوات الرتب المختلفة، وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة الجنرال إبراهيم سعيد محمد الذي ترأس المناسبة شخصياً. وخلال ذلك طلب القائد العام للقوات المسلحة من مدير مجموعة المدارس العسكرية الجديد الجنرال عبد المطلب عبد الرحيم عبد الفقرة التقيد والالتزام بالضوابط العسكرية والتفاني في خدمة الوطن. مناسبة التسليم هذه جاءت وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 3 أغسطس من العام الجاري، وأن الجنرال عبد المطلب عبد الرحيم عبد الفقرة قد شغل العديد من المناصب القيادية والعسكرية بمستويات مختلفة. أرض عسكري لوحدات الجيش على ساحة معسكر 27 عدي كوسي مسك الختام لهذه المناسبة.